بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين. أهلا ومرحبا بكل السادة المشاهدين الكرام، وأهلا بحبايبي الحلوين، وحشتوني. يلا نبتدي الصورة اللي عليها الدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. والفجر. وليال عشر. وليال عشر. والشفع والوتر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. يلا يا سارة. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي. والفجر. والفجر. أنا هنا هفخم الراء. الراء من الحروف اللي هي بيبقى لها أحوال بتفخم فيها وأحوال بتبقى رقيقة فيها. دلوقتي لو بصينا في المصحف كلنا هنلاقي كلمة الفجر الراء أنا هقف عليها، فيبقى كده أنا هقف على ساكن. قبل الراء في جيم ساكنة، هشوف اللي قبل الجيم مفتوح أو مضموم يبقى الراء تفخ لو أنا هقف عليه. تمام؟ يبقى أقول إيه؟ والفجر. 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 كملي. وليال عشر. نفس القاعدة. أنا عندي هنا إيه؟ الراء أنا هقف عليها، دي في أحكام الراء الموقوف عليها. الراء أنا هقف عليها، بشوف الحرف اللي قبلها، لا ده في سكون في الحرف اللي قبلها، يبقى أشوف اللي قبل السكون. نبص كده كلنا على المصحف هنشوف قبل الشين العين مفتوح، يبقى ما اجي اقف على الراء هتبقى مفخمة. هقول ايه؟ وليال عشر. تاني. وليال عشر. والشفع والوتر. 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 مفخمة. وتر. وتر. مش وتر. وتر. يبقى انا رققت الراء، والراء هنا حكمها انها التفخيم، يبقى والوتر. والوتر. أحسنتي. والليل إذا يسر. خلي بالك بقى، يسر دي هنا هتبقى مرققة. صحيح بيجوز فيها الوجهين يسر، تفخيم والترقيق، لكن إحنا اللي قرأناه على أشياخنا إن إحنا هنا بنختار الوجه اللي فيه الترقيق. ليه؟ لأن هنا فيها محذوفة أصلها والليل إذا يسري، فأنا هدل عليها بالطريقة اللي أنا بنطقها، فهقول إيه؟ والليل إذا يسر، للدلالة على الياء المحذوفة، فهتبقى الراء هنا رقيقة. شفتوا القرآن سنة متبعة، لازم الإنسان يبقى بيقرأ على إيد حد عينيه. إزاي بيقرأ القرآن؟ ما ينفعش واحد يتعلمه مع نفسه، لازم يكون له شيخ أو أستاذ أو أستاذة يتعلم على إيديهم عشان أبتدي أعرف الأحكام الخاصة بالتلاوة. سمعيني بقى الراء الرقيقة في يس. والليل إذا يسر. جميل. يلا يا عبد الله. هل في ذلك قسم لذي حجر. حجر هنا الراء إيه يا عبد الله؟ رقيقة ولا مفخمة؟ مفخمة. بص كده تاني، الراء قبلها إيه؟ الحرف اللي قبلها إيه؟ يا ريت كلنا نبص في المصاحف مع بعض، هنشوف في المصحف هنلاقي الراء أنا هقف عليها ساكن، لأني هقف على ساكن، هي الراء طبعا مشكولة، لكن أنا لما أقف في اللغة العربية أقف على ساكن. قبل الراء الجيم ساكنة اللي هي الدال الصغننة دي السكون، رسم السكون. قبل الجيم الحرف يا عبد الله مفتوح ولا مكسور؟ مكسور. يبقى أنا أرقق الراء ولا أفخمها؟ أرقق. أرقق الراء، يبقى لذي حجر. لذي حجر. أحسنت. يلا يا سادن. والفجر. والفجر. وليال عشر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر. يلا يا شروق.
هل في ذلك قسم لذي حجر؟ مش قسم، مش قصى، قصى. يبقى انا عملت ايه؟ قلبت السين عندي صاد، ودي مش صاد، دي سين. يبقى ايه؟ قصى ولا قسم؟ قاسى قا. صحصحوا معايا، القاف من حروف الاستعلاء تفخيم. قا، قولوا معايا قا. صحصحوا قا قا قا. قا س س س س. النقله دي من الحرف الفخ لحرف تاني رقيق عايزه تدريب. قا قا قا. قا س س قاسى قاسى. ها يلا يا شروق. هل في ذلك قسم قاسى؟ أيوة. قسم لذي حجر. قسم لذي حجر. قسم لذي حجر. حنين. والفجر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل يسر يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ حجر حجر. يلا يا آدم. والفجر وليال عشر والشفع عشر والشفع والوتر. هل في والوتر 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 والوتر. أيوة. والليل والليل إذا يسر. يلا يا شيخ أنس. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ عايزك تقولي من أول. والليل والليل إذا يسر. والليل إذا يسر. والليل إذا يسر. خدت بالك؟ بقي مفتوح والراء هنا رقيقة. يسر يسر. قولوا معايا يسر 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 يسر, يسر. والليل إذا يسر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ 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 قولها لي يا أنس من أولها. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أها. والليل. أها. والشفع وإيه؟ والوتر. لا مش والوتر. وتر. وتر. والوتر. أيوة. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ لذي حجر. لذي حجر. لا مش حجر. 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 هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ حجر. حجر. سمعني حجر كده يا آدم. حجر. قولها لي الآية على بعضها. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ مش عايزة حجر. 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 الراء رقيقة. هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا علمها للصحابة، وهكذا الصحابة الكرام علموها لمن بعدهم، إلى وصل إلى أئمة القراء، ومن أئمة القراء بالتسلسل إلى أشياخنا. نسأل الله وإياكم نحن نكون من أهل القرآن حفظا وحسن تلاوة إن شاء الله، ونكون عاملين به. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين.